بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هنشرح بقى الامتحان الرمضي اللي هو الأسئلة اللي علينا يعني بتاع 2015 وبتاع ربع قديم، وإن شاء الله النقط بتاعت زيتون. تمام، توكلنا على الله. أول حاجة الفيسس بيبس مش علينا، ودراي اي سندروم مش علينا، الاندوثيليال سيل لاير اوف الكورنيا از اكزامند باي السبيكيولار مايكروسكوب. كان بيجزامن الاندوثيليال سيل، ايه الاندوثيليال سيل لاير، من حيث المورفولوجي، من حيث الكاونت كمان. طيب الكيراتوسكوب دون هو البلاسيدو ديسك، كان بيستخدم في الكيراتوكونس والاستجماتيزم. تمام، طيب بيقول ايه، 7 year old girl is found to have reduced vision في بوس ايس، هير فيجن امبروفز جلاسز وذ كونفكس لينس. يعني اخذت كونفكس لينس اللي هي عدسه قويه، نظرها اتحسن. تمام، يبقى هي كده كانت عندها هايبر متروب، يعني نظرها ده كان ضعيف، هايبر متروبيا، فما خدت جلاسز عندها كونفكس لينس عدسه قويه اتحسنت. طيب ايه من دول مش يعتبر سيبتوم لليوفايتس، البين والريدنس والفوتوفوبيا والديكريز فيجوال اكيتي والسوبرفيشال كيراتوباسي. السيبتوم اللي هو العيان هيجي يشتكي منها، هيجي يشتكي من بين وريدنس وفوتوفوبيا وديكريز فيجوال اكيتي سوبرفيشال كيراتوباسي. سوبرفيشال كيراتوباسي دي ساين تقريبا مش سيبتوم. طيب the purpose of hematurobin في الاتروبين بيعمل ايه في علاج الانتيريوفايتس، بي ريدوس البكتيريا لود، بي ريدوس الانفلاميشن، ده للثيرويدز. تمام، بي ريدوس البين باي امبولايزنج الايريس والسيلاري بودي، هو بي ريدوس البين باي امبولايزنج الايريس والسيلاري ايه والسيلاري بودي. طيب ابنورمالتي في كريستالاين لينس ارنت ريكوجنايزد باي ارنت ريكوجنايزد ان، مش بلاقي ابنورمالتي في كريستالاين لينس كاليوزس كاليوزس، لا بلاقي فيها، ومش عارفه بقى الباقي كله علينا ولا ايه، مش عارفه اصلا. ده توزس ويز ويكنس اوف اوربيكولاريز كيولاي ذا فيتشر اوف 3 بلسي سيرن بلسي. واحد عنده 35 سنه كومبليننج اوف بريكنج بين ان هيز رايت اي فور سيفرال دايز، عامل زي بريكنج ستيتشنج بين دون كورنيا. طيب البريكنج والستيتشنج ده بتاع الكورني اثر، تمام، سيفرال دايز ويترنج وفوتوفوبيا بلارد فيجن دي سيبتومز وير ريكيرنس اوف بريفيوس يير، يعني جت قبل كده. هي اولسو هاد اتاك اوف كومن كولد، كومن كولد ده بقى خلاص كده يبقى هو ايه، يبقى هو هيربس سمبلكس اللي هو دندريتيك كورني، ايه دندريتيك كورني اثر. طيب الليجن اوف ترايجيمينال نيرف دازنت كوز، الليجن بتاع ترايجيمينال نيرف مش بيقلل البلينكينج، ده بيقلله، مش بيقلل السنسيشن بيقلله، الريفلكس تير برودكشن برده بيقلله ويعمل نيوروتروفيك كيراتايتس، لكن الترايجيمينال مش بيعمل انتروبيان، مش بيعمل لور ليد ايه انتروبيان. طيب زبارة سيمباسو سيمباساتيك، زبارة سيمباساتيك نيرف فايبر تو لاكريمال جلاند دوزنت ترافل ثرو، البارا سيمباساتيك نيرف فايبر اللي رايح للاكريمال جلاند دوزنت ترافل ثرو، الجريتر الديب بتروزل والنيرفوس وزايكوماتيك والمانديبولار نيرف، مش علينا غير انه اصلا 7 وخلاص. طيب التريتمنت بتاع اليوفايتس دوزنت انكلود التوبيكال اتروبين، الاتروبين اللي هو مايدريتيك كورتيزون ونون ستيرويدز انتي انفلاماتوري ودوزنت انكلود التوبيكال بيتا بلوكر. طيب ترو اباوت فيسيس رينج، دي عباره عن رينج حوالين اللينز. تمام، هو بيقول امبريشن حوالين المايوتيك ولا المايوتيك بيبل ولا الدايليتيك بيبل على اللينز، مش عارفين بقى. هي الفيسيس رينج دي بسبب التروماتيك كاتاركت والتروماتيك كاتاركت، مش عارفين هي مايوتيك ولا مايدريتيك الصراحه، فمش عارفينها. وانا بظفلنج اذن تكوز من لاجو بسالموس الفيشال نيرف بالسي البروبتوسس والسيركاتريشال اكتروبيان الثيرد نيرف بالسيز ولا الفيشال نيرف الثيرد نيرف، الفيشال نيرف هيعمل بيلس بالسي فالثيرد لا. بري اوريكيلر نيمفادرمس يوكير وظفلنج كونجنكتيفايتس، بيحصل مع الفيرنال كيراتو كونجنكتيفايتس فليكتينير اوكير ويز ذا فولوينج، عايزين واحد اللي هو الفايرال، الفايرال بالاخص يعني الفايرال بالاخص، لكن دول كرونيك تقريبا مش بيحصل معاهم لانهم كرونيك. واحد عنده 26 سنه سستين تروما ريزلتنج ان ترانسكشن اوف ليفت اوبتيك نيرف، هوتش ذا فولوينج از ترو ريجاردنج الرايت بيوبل، انا دلوقتي شلت الاوبتيك نيرف تمام بالنسبه للرايت بيوبل، سايز السايز بتاعها، انا دلوقتي السايز بتاعها مسؤول عنه
الثيرد نيرف بره السمبثاوي وايه والسمبثاوي. انا لما دلوقتي لما بشيل الاوبتيك نيرف يبقى هي بتكون ايكوال في السايز الليفت بيوبل تقريبا، مش عارفه يعني. طيب which of the following is an association مع نايزيريا جونوريا كونجنكتيفايتس بريكال انفيتالموسي بيرلنت ديسشارج بيرلنت ديسشارج وزودو ممبرين؟ مش عارفه الدكتور كان حالها ايه ساعتها، تقريبا هيكون معاها كورني ألسر تقريبا. الإجابة كانت هتكون كورني ألسر. حلما نلاقيها بقى الفليكت الموست كومنلي اسوسيشن مع ايه؟ هو الدكتور قال ان هو مش هيجيب الحاجات دي اصلا، بس تقريبا كان حللها نيموكوكاي 2 اللي هي الفليكتين دي ان از موست كومنلي اسوسيشن مع مع بي مع الستربت فليكتين مع الستربت و3 ووتش اوف ذا فالونج نوت اسوسيشن مع النايزيريا جونوريا دي كورني ألسر. يبقى اللي مش مع النايزيريا جونوريا كورني ألسر، لكن الثانيه دي ستربت. يبقى دي انا هتبقى ايه؟ دي انا هتبقى الستريبت. والنيوروتروفيك ألسر شودنت بي تريتد. النيوروتروفيك ألسر اللي هو نيوروتروفيك ألسر اللي هو مضرب الخامس اللي هو فيضرب لي السنسيشن اللي هو الهايبوثيزيا، يعني مش بيتعالج بيه الايه، مش بيتعالج بالانتي بايوتيك، فبيكون بسبب فيروس وطبعا ايه وطبعا ترسروفي وباندج كونتاكت لينس وكده. تمام، عشان ايه؟ عشان بيكون العين مفتوحه. طيب نحل ده تاني كده. بيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النيزولاكريمال داكت، النيزولاكريمال داكت بتفتح فين؟ بتفتح في الانفيريور نيزل ميتس. النيزولاكريمال داكت بتفتح في الانفيريور نيزل ميتس. وما كنت بعمل اما كنت بعملها في عمليه كان كنت بعملها في الميدل، لكن هي في الاساس بتفتح ايه؟ بتفتح تحت خالص. تمام. طيب انترنال هيدرونيوم عباره عن انفلاميشنز الايه؟ انترنال هيدرونيوم عباره عن انفلاميشن للميبيوميان جلان. تمام، والميبيوميان جلان. تمام، انترنال هيدرونيوم واكسترنال هيدرونيوم. اكسترنال هيدرونيوم عباره هيدرونيوم يعني ابسس، اكسترنال في الزيز جلاند، وانترنال في الميبيوميان جلاند. ريجاردنج الكونجنتال كاتاركت ويتش اوف ذا فالنج از موست لايكلي كومبليكيشن في لايكلي كومبليكيشن في اليونيلاترال انه يحصل امبيلوبيا، وده السؤال اللي جه في الامتحان امبيلوبيا. تمام. The most common cause of unilateral proptosis في الادلتس، ده السؤال برضو اللي جه. اشهر سبب يعمل لي proptosis في الاطفال الصغيرين هو الايه؟ هو الاوربيتال سيلولايتس. طب اشهر سبب يعمل لي proptosis في الادلت هو الثيرويد اوبثالمولوجي. طيب the pupils in case of acute anterior uveitis is most likely to be البيوبل في حالات الاكيوت anterior uveitis اللي بيحصل ايه؟ بيحصل سبازم للكونستريكتور والدايليتور، ولكن الكونستريكتور اقوى 100 مره من الدايليتور، فبالتالي بيكون ايه؟ بيكون كونستريكشن. تمام. طيب the treatment of choice for disciform keratitis ديسك فورم كيراتايتس نعالجها ازاي؟ قال لك بتوبيكال ديكساميثازون والاسيكلوفور. الديسك فورم كيراتايتس دون اللي هو الهربس زوستر، الهربس زوستر. تمام، كنا بنعالجه ازاي؟ كنا بنعالجه بالاسيكلوفور والتوبيكال ديكساميثازون اللي هو الانتي فيروس، يعني اسيكلوفور والتوبيكال ديكساميثازون. تمام، وانا كده كده لازم اخد ايه؟ اسيكلوفور، لان اللي بيعمل ديسك فورم ده الهربس زوستر اكتر حاجه. لاجو بسلمس اوكير از ريزلت اوف باراليسز لايه؟ لسبعه، لان لو حصل باراليسز لسبعه هيحصل بلس بولسي. يعني ايه بلس بولسي؟ يعني الكورنيا مش هتطلع اب. تمام، فبالتالي هتكون متعرضه على طول. و وكمان عندنا اللهم ذكرني في اللي هو 7 باراليسز بيحصل ايه؟ بيحصل اكتروبيان. تمام، فالعينين مش بيقفلوا على بعض. تمام برضو. هايبر متروبيا يوجوالي اسوسيشن وذ ذا فالوينج اوكيلر كونديشن. هايبر متروبيا بيكون معاه ايه؟ ست كبيره عصبيه عندها هايبر متروب، بيجي لها انجل كلوجر جلوكوما، انجل كلوجر جلوكوما. اكيوت سبرتيف او بيرلنت انفلاميشن لكل الكوتس، كل الكوتس يبقى بينه بسلمايتس، كله ما عدا الاوتر كوتس اندو بسلمايتس. تمام. طيب بيكون اكيوت سبرتيف انفلاميشن واخد كمان معاه التينون ايه؟ كبسول. طيب which of the following medication is most likely association مع الديفلوبمنت بتاع الكومبليكيتد كاتراكت؟ ده الكورتيكو ايه؟ الكورتيكو سيرويدز هو ليه دور في تكوين الكومبليكيتد كاتراكت. كنا نقول ايه؟ ادرينالين وبي بايلوكاربين وسي كورتيكو سيرويدز سيستماتيك وتوبيكال ليهم دور في كومبليكيتد ايه؟ كومبليكيتد كاتراكت. طيب اكيوت انتيريور يوفايتس از تريتد باي اكيوت انتيريور يوفايتس، بنعالجه بايه؟ بنعالجه بسايكلومنتالون والسيرويدز. تمام، توبيكال سيرويدز وسايكلو ايه؟ وسايكلو بليجيك. توبيكال سيرويدز وسايكلو بليجيك واتروبين، كل الكلام ده توبيكال سيرويدز وسايكلو بليجيك واتروبين. ليه مايدريتك؟
يبقى كل حاجه توبيكال، توبيكال ستيرويدز وتوبيكال سايكولوجيك. ريجاردنج السينايل توسس ويتش از ترو، بالنسبه للسينايل توسس قال لك التوسس بيورس في الايه، في الداون جيت. اما بنيجي نبص لتحت تمام. طيب الابر ليك ريز ابسنت، ده بيكون ابسنت في حالات الكونجنيتال اللي هو مش موجود اللي فيتور اصلا. يوجوالي يونيلاترال، لا هو بيبقى بايلاترال تمام. طيب وي الليفيتور فانكشن يوجوالي بور، الليفيتور فانكشن يوجوالي بور لا هو بتبقى كويسه بس بيحصل فيها ايه ضعف بقى الابينيروسس وهكذا مع مرور العمر. اسوشيشن مع السكس نيرف، احنا بنقول التوسس اصلا ليه علاقه بالثيرد نيرف مش ليه علاقه بالايه بالسكس نيرف. طيب ذا انتيرو موست ستراكشر في الاي ليد مارجن ازاي لاش لاين، الانتيرو موست ستراكشر هو الايه، هو اللاش لاين اللي هو الرموش اللي احنا شايفينه كلنا ده. طيب في الابيثيليوم في البالبيبرال ترسل كونجنكتيفا، احنا عندنا الترسل، احنا عندنا المارجنال، المارجنال واللمبل دول ايه، دول ستراتيفايد سكومس نون كيراتينايز. وعندنا الترسل والفورنس، الترسل عباره عن الترسل عباره عن 2 طبقتين من الكولامينر، والفورنكس عباره عن 3 طبقات من الايه، من الكولامينر ابسيليوم وزجوبلت ايه، وزجوبلت سيل. يبقى كولامينر ابسيليوم وزجوبلت سيل. طيب اكيوت هيدروف في الكيس بتاعه الكيراتوكونس بسبب ان الديزمنت ممبرين فرقع، يبقى بريك في الديزمنت ايه، بريك في الديزمنت ممبرين. طيب الكوز اوف اوف الدروب اوف الفيجن في حالات البروبتوزس، البروبتوزس هيقل الفيجنز ليه؟ لاني انا ما بعمل بروبتوزس بيحصل اكسبوجر كيراتوبس اللي هي كانت في الجدول اللي هو لاجو بصلمس. يعني اما بيحصل بروبتوزس عامله زي الشنطه كده، بتكون مقفوله او بتكون متحمله مش بعرف اقفلها، فبيحصل ايه اكسبوجر كيراتوبس. طيب ماشي فبالتالي بيحصل دروب في الفيجن. قال لك نصف الاي ليش بنسميه مدى روزز، مدى روزز يعني نصف الاي ليش. تراي كيزس يعني ايه، يعني زياده الرموش تمام. مدروسس لوصف الايليش. ترانتس بوتس عباره عن وايت سبوتس بتكون موجوده في الفيرنال كيراتو كونجنكتيفايتس بتاعه السبرينج كاتورا، بالبر سبرينج كاتورا، بالبر سبرينج كاتورا دي ترانتا ايه، الترانتس بوتس. امال ايه البالبيبرا كوبلستون بابيلا تمام، البالبيبرا. بصير بول كاتراكت ماركلي افكتد فيجن بيكوز، البصير بول كاتراكت ليه بيأثر على الفيجن؟ لان قريب من النودال بوينت. يعني ايه؟ يعني انا عندي كلوز تو النودال بوينت، يعني انا عندي النودال بوينت بتبقى وراه على طول كده بيهايند النودال بوينت دي، بيتقابل فيها الاوبتيكال ازز مع انا باصص على شيء هنا مع الفيجوال ازز. فطبعا ايه، فطبعا لو انا حاطط كاتراكت هنا مش هشوف اي حاجه اصلا تمام، كلوز تو النودال بوينت. طيب سبيسيفيك تريتمنت فور انجولار بليفرايتس، انجولار بليفرايتس ده عباره عن ايه، عباره عن كرونيك انفيكشن، كرونيك انفلاميشنز، اعالجها بايه، اعالجها بالزنك سلفيت. الانجولار بليفرايتس اعالجها بزنك سلفيت، بيعمل نيوترلايز للبروتوليتيك انزيمز بتاعتها، والتترا سايكلين كان بيكيل الاورجانيزم. طيب ريجاردنج الادفانتج اوف الفيكو امالسيفيكيشن على الاكسترا كابسولار، ايه هي مميزات الفيكو امالسيفيكيشن؟ هو بيقول ان هو بيحميني من النزيف وكمان بيخدرني، يبقى كان بي كاريد اوت اندر ايه، اندر توبيكال انستيزيا تمام. طيب ليكوما ادرنت، ليكوما يعني سكار، ادرنت يعني لازق فيها الايرس. بتحصل فين؟ قال لك بتحصل في اللارج، اللارج اللارج برفوريتد تمام، اللارج برفريتد. وايه بقى تعتبر اللارج برفريتد؟ تعتبر ايه، بريفرال، لارج برفريتد بريفرال، دي اصلا جت في الامتحان لارج برفريتد بريفرال. ويتش ليزر از يوزد فور كابسولوتومي، كابسولوتومي عشان افتح وكده، الارجون ليزر مش عارفه هو علينا ولا لا، الارجون ليزر كابسولوتومي مش عارفه يعني ولا لا تمام، كابسولوتومي الارجون ليزر، ارجون ليزر، ارجون ليزر. طيب ريجاردنج المايوبيا ويتش اوف ذا فالوينج از ترو، الفار بوينت نيرر ذان الانفينتي. انا لو جبت، لو جبت شمعه كده عند الريتنا مطلعه بره الريس، العدسه دي هتكسرها وهتكسرها قليل كمان قبل الايه، قبل الانفينتي اللي هي ماله، اللي هي ماله نهايه تمام. طيب يبقى الفار بوينت نيرر ذان الايه، الانفينتي تمام. وطبعا هايبر جلايسيميا بيحصل مع الهايبر جلايسيميا، وطيب بيحصل مع زياده الكيرفيتشر، زيادة الكيرفيتشر، بيحصل مع طول الازيال لينس. اكوموديشن لو الاكوموديشن اترست، البرر ريز ايه، البرر ريز هتتجمع لو الاكوموديشن اترست، البرر ريز بتتجمع ورا الريتنا تمام. البرر ريز كم تو فوكس بيهايند الريتنا، بس دون بس دون تعريف. واذا اكوموديشن اترست البرر ريز، البرر ريز بتتجمع، بتتجمع فين؟ المفروض ان هي تتجمع على الريتنا، البر ريز المفروض ان هي تتجمع على الريتنا. اما الدايفرجنت ريز دي المفروض ان هي بتتجمع ورا الريتنا، وباستخدام الاكوموديشن بتتجمع ورا الريتنا، وباستخدام الاكوموديشن بجيبها اللي هي بقى عشان كده
بتبقى جايه من جسم قريب. يعني انا عندي جسم قريب اهو بيطلع منه دايفيشن تريز بتجمع ورا الريتنا وبعدين اجيبها. طب هو هنا بيقول لك الاكوموديشن اترست البر الريز، وانا عندي مايوبيا هتجمعها قدام، يعني وانا عندي مايوبيا قوه العدسه كبيره فهتجمعها ايه قدام. طيب regarding the visual prognosis after cataract surgery which is the following is most likely associated مع bad prognosis. الفيجوال بروجنوزز بعد كاتاركت سيرجي، الباد بروجنوزز ان الاقي الفيجوال ماله، قال لك بيرسبشن اوف لايت، لو لقيت البيرسبشن اوف لايت يبقى كده الدنيا ايه، الدنيا بتسوق معايا خالص. بيرسبشن اوف لايت باد بروجنوزز هو البيرسبشن اوف لايت. طيب بيقول ايه في التراكوما البيشنت از انفكشوس في الحالات الاولى، حالات الفوليكل وحاله البابيلا ايه في البلبيبر، لكن بص التراكوميا والكلام ده كله بدايه الهيلينج والفول اليرت لاين اللي هي المرحله الثالثه وبدايه الهيلينج لا. طيب بيقول ايه البيشنت was complaining of continuous redness of both eye and foreign body sensation with frequent loss of lashes. طيب اون اكزامينشن ليد مارجن لقيناها هايبريميا واللاشز لقيناها يلو كروسس، وما شلناها لقينا ايه، لقينا السر، يبقى ده السريتيف بليفرايتس. تمام بيقول بكتيريا which can attack normal cornea epithelium ندله نايزيريا جونوريا ودايفيسيريا وليزيتيريا وهيموفيلس انفلونزا. طيب يبقى هي نايزيريا جونوريا. توسس في الهورنر سيندروم ديو تو باراليسيس اوف الايه، باراليسيس للثالث في الهورنر سيندروم، باراليسيس السمباثيك سبلاي بتاع المالر مصل، باراليسيس المالر مصل جت في الامتحان. طيب ريجاردنج كورتيكال كاتراكت ويتش اوف ذا فولوينج از موست لايكلي تو بي كومبليكيتد بالفاكومور في الجلوكوما، بالفاكومور في الجلوكوما. احنا عندنا الفاكومور في الجلوكوما بيحصل فيها ايه، بيحصل فيها انتيوميسنت كاتراكت، هو كده كده اصلا الفاكومور في بيحصل فيها انتيوميسنت، يعني كلمة فاكومورفيك يعني انت بس انت غير في شكل اللي هي النفخت يعني. طيب هي ريجاردنج ترو تريجيوم ويتش اوف ذا فالنج از كوركت كوز باي اكسبوجر للايه الالترا فايلوت، اهوك كان بيس اندر نيك، لا مش هيبيس ده نيجاتيف، كان كوز استجماتيزم او يعمل استجماتيزم عادي، يعمل استجماتيزم عادي لانه ايه، لانه هيجمع الصوره في اكتر من نقطه. ريموفال بير سكير عنده هاي ريكرنس اولويز اوكير تمبورال، لا بيحصل نيزل بايلاترال نيزل للليمبس. طيب بيقول ايه، بيقول الاستجماتيزم هو عباره عن ان البر الريز وقع في خط مش في نقطه، دازنت كام تو ابوينت فوكس اون ايه اون الريتينا. طيب ويتش ترو اباوت الفيرنال كونجنكتيفايتس، ايه ترو عن الفيرنال كونجنكتيفايتس ان هو المين سيبتوم بتاعه هو الايتشين. طب الانتي بايوتيك، لا النون ستيرويد انتي انفلاماتوري دراج والستيرويدز والانتي هيستامين. بيحصل في الاولد فيميل، لا عماد وابنه اللي هم 25 ل 5 سنين. طبعا حساسيه كرونيك بايلاترال فايرال، لا بيحصل بسبب الليرج. تمام طيب يبقى لاترال ترصرفي از يوزد فور تريتنج، ان انا اما اجي اعمل لاترال ترصرفي يعني الزق كده من الجناب، يبقى ايه، يبقى في اللاجو بسلامس، اللاجو بسلامس. وعلى فكره في الترصرفي برده بعملها في حالات الاكسبوجر كيراتايتس. تمام لاجو بسلامس بلزق من الجنب وبلزق من الجنب، اللي هو بلزق الاثنين ايليد في بعض يعني. طيب ريجاردنج ليزك سيرجري ويتش اوف ذا فالونج از ان ابسولوت، ابسولوت ده ان اللي هي الكيراتوكونس والسين كورنيا قال تقريبا من 525 مايكرو حاجه زي كده، يبقى الكيراتوكونس والسين ايه كورنيا، استنى اشوفها. طيب الفوكسس بوتس بتسين في المايوبيا، تمام في الديجنريتيف مايوبيا، في الديجنريتيف مايوبيا. طيب الفانجل كيراتايتس از كاركترايز اسوشيشن مع الايه، الفانجل كيراتايتس بيقول لك ان هو ضرب بوود او ببلانت ماتيريال. تمام طيب ريجاردنج كاليزيون ويتش اوف ذا فالوينج از ترو، قال لك بالنسبه للكاليزيون ويتش اوف ذا فالوينج از ترو، مانجمنت انكلود فيرتيكال انسيشن اند كيريت فروم الكونجنكتيفا سايز. المانجمنت ان انا لو انا هفتح من جوه كنت بعمل فيرتيكال، طب لو انا هفتح من بره هعمل هوريزونتال. طيب بيقول ايه، بيقول ايتو كير موست فريكوينتلي، لا لا سنة. مش عارفه كام عنده ريكورنت اتاك اوف الايتشنج وريدنس وروبي ديسشارج. تمام طيب ناو هيز كومبلينج اوف جراديوال، ده اللي هو فيرنال كيراتو كونجكتيفس جراديوال بروجريسيف ديمينيوشن اوف الفيجن، يبقى حصل له ايه، حصل له كيراتو كونس، والكيراتو كونس حصل له جراديوال بلنس ديمينيوشن اوف الفيجن، حصل له ايه دون، كان عنده ايتشنج وريدنس وستيكي روبي ديسشارج اللي هو فيرنال كيراتو كونجكتيفس. بوستيريور ساب كابسولار كاتراكت، بوستيريور ساب كابسولار كاتراكت بسبب الجراديوال بينس ديمينيوشن اوف فيجن، اكسبكتد فايندنج جراديوال بينس ديمينيوشن اوف فيجن، مفيش كيراتوكونس، يبقى ممكن نلاقي بوستيريور ساب كابسولار ايه كاتراكت، بوستيريور ساب كابسولار كاتراكت. مش عارفه ايه العلاقه اللي ما بين الاثنين بقى،
The best choice تمام the best choice for management of unilateral dense cataract لازم عملية لازم cataract surgery as early as possible. specular microscope بنشوف فيه endothelial بنشوف فيه cornea endothelial endo تمام endo وايه كمان و ال بنشوف فيه الكاونت والمورفولوجي. قالك stage 2B1 ده تراكوميتاس بابيلا في المكانن كلاسيفيكيشن ده تراكوميتاس بابيلا تمام. اما النون اكسبريسبل دي واحد اصلا اللارج فوليكل دي 2A. طيب والبوست تراكوميتاس دي جينيشن دي 3 والستول بيج براوني ديما دي ان 3V تمام. regarding the chronic anterior uveitis which of the following is true قالك يعتبر ده يعتبر chronic امتى لو استمر بالresident anterior uveitis اكتر من ايه اكتر من 3 شهور. الكوبز نديول موجوده عند مش عند البيز اللي عند البيز اسمها باسكال نديول تمام. نيفر اوكير ان ساركودوسس لا ممكن يكون الساركودوسس السبب عادي وجرانيولوميتس هو عادي تمام. والكاتراكت على طول او اليوفايتس بيعمل بيجمنتري جلوكوما اصلا وحاجات كتير. ان ايزومتريوبيا يعني اختلاف في ريفراكتيف ايرور اختلاف في ريفراكتيف ايرور. ان ايزومتريا يعني انا شايف صوره غير الصوره الثانيه. هو الحل بتاعها ده there is high difference of refractive error between two eye في difference في ريفراكتيف ايرور اللي هو زياده في 4A ب4 دايوبتر. طيب فاكلتيف هايبروبيا فاكلتيف يعني بيتصلح. قالك بارت اوف هايبروبيا ده كان بي كوركتد بالاي بالاكوموديشن. تيبيكال هايبر ماتيور كاتراكت كاركترايز بايه هايبر ماتيور بيكون شرينكينج وبيعمل تريميلاس ايرس. ريجاردنج بريسبايوبيا ويتش اوف ذا فولوينج از ترو قالك بالنسبه للبريسبايوبيا طبعا ايه بيجي له صداع مع النير وورك لانه خلص كل الاكوموديشن بتاعه فبيحصل له اكوموديتيف اسينوبيا. بيحصل في عيان المايوبيا ليت متاخر ات ريبريزنت فيسيولوجيكال ريزيشن للنير بوينت مش للفور بوينت. كان بي كوركتد بالكونفكس اللي هي كونفكس باي كونفكس كوركتد باي كلير لينس اكستراكشن. لا طبعا هو ايه هو نضاره قرايه. واحد عندها 45 سنه كونتينوس ووترنج اوف الاي سويلنج للميديال كانساي وي ريكرنت ميوكو بيرلنت ديسشارج ناو شي از كومبلينج اوف اكيوت اونسينج اوف ستشابيني فكان عندها حاجه وجالها كورنيا السر تمام وديسك شيب كورنيا السر وزهايبوبين اللي هو ايه اللي هو النيوموكوكوي. يبقى تلاقي كان عندها ديكريوسيستايتس ويترنج للاي وسويلنج في ميديال كانساي مش عارف ايه وجالها ايه وجالها الكورنيا السر بالنيوموكوكوي لان هي عامل مشترك في الاثنين. هيربس سيمبلكس كيراتايتس از كاركترايزد باي الهيربس سيمبلكس كيراتايتس. الهيربس ده بيعمل هايبوثيزيا اصلا بيعمل ايه هايبوثيزيا لا هو بيريكرنس عادي واللي بيعمل تشيزي هايبوبيان السر ده الفانجاي تندق لا هو نيفر برفوريت واللي بيعمل فيزر الفانجاي برضه بس هو بيعمل هايبوثيزيا متكامل. ريجاردنج الاناتومي في الاوربت ده السؤال اللي جه في الميد. ريجاردنج الاناتومي في الاوربت هوتش از فولنج از لايكلي تو بي ترو عندنا الثانيه عايزين نرجع بس الاوربت اول حاجه عندنا اسمه ده روف وعندنا ميديال بارت ولا الميديال وعندنا الفلور وعندنا اللاترال تمام. طيب قالك اللاترال من هنا في جريت زد اللي هو سور الزن العظيم اللي هو جريت في اللاترال وول قالك الزيجوماتيك والجريت وينج اوف الاي اوف الاسفينويد. طيب من فوق في فرونتال بون فهي فرونتلس الفرونتال بون والايه من فوق من الروف الاوربيتال بارت بتاع الفرونتال بون والليزر بونج بتاع الايه بتاع الاسفينويد. وعندنا في الانتيريور لاترال بارت مننا كده الانتيريور لاترال بارت الايه اللاكريمال. طيب يبقى احنا كده عندنا جريتر بونج اوف الاسفينويد وزيجوماتيك على اللاترال وهي فوق الفرونتال والايه والليزر بونج اوف الاسفينويد. طيب من ناحيه ميديالي قالك من ناحيه ميديالي مش في النص فهو اسم الاس ام اي ال اللي هو الاس اللي هي اسفينويد بودي من ناحيه ميديال الاسفينويد بون اللي هو الباطي بتاع الاسفينويد بون والام المجزيلاري بون فرونتال بروسس بتاع المجزيلاري بون والاي الاسمويد والال اللاكريمال والال ايه اللاكريمال. طب من ناحيه تحت من الفلور قالك من فلور زيب ماي بانتس زيب اللي هي زيجوماتيك وماي اللي هي مجزيلاري وبانتس اللي هي البلا تاين وبانتس اللي هي ايه وبانتس اللي هي بلاتاين. يبقى من فوق فرونتال والليزر وينج اوف السنيد وعندها في الانتيريو لاترال بارت الايه اللاكريمال فوسا تمام وعندنا في الميديال اللي هي سميل اللي هي الاس اللي هي سفينويد البطن بتاع السفينويد والام المجزيلاري والاي السمويدال والايه والال اللاكريمال.
واللاكريمال فوسا برضو انتيرور كده اللي هي بتقعد فيها اللاكريمال سيك. طيب وعندنا من تحت زيب ماي بنتس اللي هي زيجوماتيك والماكسيلاري والاي والبلاتاين، وعندنا من هنا جريتر بونك اوف السفينويد وزيجوماتيك. تمام تمام. طيب عايزين نعرف بس حاجه كمان، عايزين نعرف السوبر اوربيتال فيشر فيه ايه والانفير اوربيتال فيشر فيه ايه والاوبتيك نيرف فيه ايه. عندنا عندنا الاوبتيك نيرف، قال لك الاوبتيك فورامين، قصدي قال لك الاوبتيك فورامين دي فيها الاوبتيك فورامين فيها الاوبتيك نيرف. تمام اهو الاوبتيك فورامين دي فيها الاوبتيك نيرف، وفي ايه تاني؟ قال لك هو ارتري بيغذي، يبقى فيها الاوبتيك نيرف والاوبسالميك ارتري اللي بيغذي. طيب الانفيريور، قال لك الانفيريور اوربيتال فيشر دي فيها برده نفس الكلام الانفيريور اوربيتال نيرف والارتري اللي بيغذي اللي هو الانفيريور اوربيتال ارتري، وايه واحد رخم كده اللي هو الزيجوماتيك. يبقى تاني الاوبتيك فورامين فيها الاوبتيك نيرف والاوبسالميك ارتري، والانفيريور اوبتيك انفيريور اوربيتال فيشر فيها الانفرا اوربيتال والايه انفرا اوربيتال نيرف وانفرا اوربيتال ارتري والزيجوماتيك. تمام ماشي. عندنا ايه؟ عندنا السوبير اوربيتال، بقى لك السوبير اوربيتال في 3 و4 و6، في 3 و4 و6، وفي الاي وفي السمباثيك روت اوف السيلاري جانجليا اللي هي الجانجليا بتاعتنا، وايه تاني؟ وعندنا الفينات بقى اللي هو السوبيرور والانفيريور اوبسالميك فيني، يبقى في النيرفات 3 و4 و6 وفي السمباثيك روت اوف السيلاري جانجليا وفي الفينات 3 و4، الفينات اللي هو سوبيرور وانفيريور اوبسالميك ايه؟ اوبسالميك فيني. يبقى تاني عندنا الاوبتيك فورامين فيها الاوبتيك نيرف والاوبسالميك ارتري، وعندنا اسمها ايه اللهم ذكرني الانفير اوربيتال فيشر فيها الانفرا اوربيتال نيرف والزيجوماتيك، وعندنا عندنا كمان السوبير اوربيتال 3 و4 و6 والفينات والفينات وايه تاني والسمباثيك روت اوف السيلاري جانجليا. ريجاردنج الاناتومي بتاع الاوربت ويتش از فولوينج از لايكلي تو بي ترو، ان الايه عندنا ان اللاكريمال فوسا لوكيتد انترولاترال من الاوربيتال روف. صح. طيب سيبير الاوربيتال فيشر في الاوبسالميك ارتر، امال في الاوبسالميك ارتر الاوبتيك الجلوب بتوكيوباي 3 4 الجلوب بتوكيوباي ايه؟ بتوكيوباي ربع تقريبا ربع تشغل ربع 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 صغيره هي اللاترال اوربيتال اللي هي جريد زد كريت وينج اوف السفينويد وزيجوماتيك. تمام. الانفيريور اوربيتال فيشر في سمباثيتك روت، لا ده السوبيري اوربيتال فيشر. طيب بيقول لك ريجاردنج روتر اي اللي هي الاي بي فورا ويتش اوف ذا فولوينج از ترو، السوفت ستوب ديورنج البروبنج بتنديكيت ان انا لقيت ايه؟ كاناليكيلر اوبستراكشن. انا داخله كده ولو لقيت هارد ستوب يبقى كاناليكيلاي مفتوح، طب لو لقيت سوفت ستوب يبقى الكاناليكيلاي اللي فوق والكاناليكيلاي اللي تحت مثلا عاملين كومن كاناليكيلاي وكومن كاناليكيلاي مقفوله، فهي عباره عن ممبرين وانا داخله كده عملت فيها بقى عشان هي ممبرين. طيب ريجاردنج كيراتو كونس ويتش اوف ذا فولوينج از كوركت، عندنا ايه؟ عندنا كورنيا توبوجرافي شو سيجنيفيكانت باك اليفيشن. تمام. الكي ريدنج 47 دايوبتر، الريجولار طبعا كيراتومتري طبعا تمام لان كيرفيتشر مختلف. انكريز كورنيا سيكنس، لا طبعا بتبقى سن. يوجوال ستارت ات بيرث، لا تمام. طيب ريجاردنج الريجولار استجماتيزم ايه اللي ترو؟ قال لك ممكن الريجولار استجماتيزم ممكن يتصلح بيه هارد او ريجيد بيرميبل كونتاكت لينز. تمام. الريجولار استجماتيزم مش ممكن يتصلح بالجلاسس. ريجولار استجماتيزم هو كاتب الريجولار اول حاجه الاستجماتيزم بتعالج بالاوبتيكال او السيرجيكال، اوبتيكال جلاسس وكونتاكت لينز. بالنسبه للسيمبل استجماتيزم ده بتعالج بالسلندر، بالنسبه للكومباوند او الميكسد بتعالج بالسفير وسلندريكال. بالنسبه لي بالنسبه للكونتاكت لينز لو انا عندي سمول ديجري من الاستجماتيزم يبقى سوفت، لو انا عندي لارج ديجري من الاستجماتيزم يبقى هارد او ريجيد ايه جاز بيرميابل استجماتيزم. طيب وممكن اعالج كمان بالليزك او بالريلكس او بالايه او بالانترا اوكيلر، لكن الريجولار استجماتيزم هو قالها نصا بتعالج بالهارد او بالريجيد ايه بيرميابل كونتاكت لينز. تمام. طيب طيب في الانتروبيوم في الابر ليد از يوجوالي سكاتريشال، على طول هتلاقي الابر ليد على طول سكاتريشال، ده بيحصل فيه سكاتريشال. فات لايك اللي هي الدهون اللي هي البنجويكلا نون فاسكولار بنجويكلا ترينجولار نيديول اللي بيظهر على النزل كونجنكتيفا بنقول عليها ايه؟ بنقول عليها بنجويكلا. تمام. طيب ريجاردنج الاوربيتال سيلولايت سويتش اوف ذا فولوينج از ترو، قال لك الساينوسايتس هو الموست كومن سورس اوف الانفكشن، خصوصا مين؟ خصوصا الاسمويد ساينس، لان فاصل عن ادي الاي وادي الاي تمام وادي النوز اهين، في هنا كده بقى اسمويدال ساينس، هو لامينا بريبيشيا يعني حاجه صغيره كده لو حصل فيها اي انفكشن هتنتقل على طول للاوربيتال ايه؟ للاوربيتال سيلولايتس. يبقى الساينوسايتس الموست كومن اوف الايه؟ اوف الانفكشن. طيب ان امبورتنت كومبليكيشن للتراكوما از دراي اي بسبب الزيروز، او انا قفلت الايه الدكت اللي هي فايبروزس، اصلا التراكوما بينتج عنها فايبروزس، فهو ده الفايبروزس مش اتروفي، فايبروزس
للابر فورنكس اللي هو جزء من الكونجكتيفا يعني افكت الاكسسوري لاكريمال ايجلاند. يبقى اول ما سمع كلمه تراكوما يبقى فايبروزس اصلا فايبروزس الابر فورنكس افكت الايه افكت اللاكريمال جلاند. طيب اكيوت كيريوس سايتس كاركترايزد باي ايه لينفادونوبس في البري اوكيلار اس شيب ديفورميتي في اللور ليد بينفول سويلنج. ثانيه انا السؤال ده مش عارفه الصراحه ماشي بس هو يعني لو لينفادونوبس هيبقى للصم مانديبيلر. Regarding the management of bilateral congenital cataract surgery في طفل عنده 6 شهور تمام which is following bilateral bilateral في طفل عنده 6 شهور which is the following is most likely قالك bilateral fint لو هو fint استنى لحد سنتين immediate surgical لا intraocular lens لا affected management is possible with large minus lens in dense cataract في حالات dense cataract بتصير capsulotomy and anterior vitrectomy are mandatory بصير كابسلاتومي وفيتروكتومي النستيجماس نيفر اوكير ان بايلاترال دنس كاتركت لا طبعا بيوكير عادي. هو هنقول الافيكك مانجمنت از بوسيبل ويز لارج ماينس لينس جلاسز الافيكك مانجمنت از بوسيبل ان اشيل اللينس يعني وادي له ايه وادي له لارج ماينس لينس جلاس ازاي بقى يعني اشيل اللينس وادي له لارج ماينس مش عارفه دي برضو هي سي ولا دي. طيب regarding crystalline lens capsulology the following statement is most likely true crystalline قالك سننت في لا سكة عند ال anterior pre equational region صح عند ال pre equational possible approximately احنا قلنا احنا حافظينها 10 6 10 4 14 4 ال 14 ده هو ال anterior pool وال 4 ده هو ال posterior pool فهو هنا دي مبدلهم تمام. اللو الباساج فور لارج مولكيول غلط في رسم المولكيول يبقى تبقى بي تمام. طيب بعد 48 ساعه من الكاتراكت اكستراكشن بيشنت كومبلينج اوف سيفير اوكيلار بين وي فيجوال لوس تمام بعد ايه بعد الكاتراكت ازاي ذا اي لوك ريد والسيلاري انجكشن وليد ايديما وابسنت ريد ريفلكس. لقينا ايه لقينا سيلاري انجكشن يا اما حصل كيراتايتس يا اما حصل ايرايتس يا اما حصل ايه يا اما حصل كيراتايتس لايرايتس لكونجستيف جلوكوما وليد ايديما و ايه كيراتايتس وايرايتس و ابسنت ريد ريفلكس و سيفير اوكيلار بين و فيجوال لوس. الفيرست سسبشن ميبي ثانيه هي تبقى بكتيريا اندوبسلمايتس لان بيكون في دي اصلا الموست كومن في الكاتراكت البكتيريا اندوبسلمايتس او الايه او ال اللي بصير كابسولا استجماتيزم زرول وزرول كاركترايز ان الفيرتيكال هو المور كيرفد والمور باور عن الهوريزونتال. باند شيب كيراتوباسي دي ان ايه دي ان كالسيوم ديبوزيشن في الايه في الباند شيب في البوما ميمبرين مش في الديسمنت ميمبرين يبقى مايت كومبليت كرونيك انتيريوفايتس ده كومبليكيت الانتيريوفايتس صح. وايت رينج في الكورنيا بريفري لا ده هو خط كده في الانتربالبيبرال ايه انتربالبيبرال زون ليرلي افكت الفيجن لا هو بيافكت الفيجن تمام فهو هيبقى ايه هيبقى بيه